يتعلق ما يتعلق بمحور حيث الموضوع يعني أو أن الميليشيات الحوثية كثفت من استهدافها إلى أعيان مدنية بها بقصد منهج إيطال القوى المحررة حديثا بغرض أو بهدف إجبار الأهالي على اللجوء مجددا، العودة مجددا إلى مخيمات اللجوء بعد أن تم يعني تتلفت الصحراء بعودتهم الى قراهم ومنازلهم ومزارعهم، رغم ان مزارعهم لا تزال في معظمها ملغومه بحبول وشبكات الغام الميليشيا. نعم. تصعيد هذه جميع الجبهات او القطاعات في محور حيث او كذلك في محور غرب سعد، القوات المشتركه ترصد كل تحركاتها وتتعامل مع كل تحركات الميليشيات الحوثية بحذر. نعم. وصراحة ويعني تم يعني إفشال تحركات أو إصمات تحركات الميليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية في ما يتعلق بجنوب حي، جنوب الجراحي. نعم. وجنوب التحيتة وكذلك من جهات جبل راس ومقبرة في جنوب شمال جنوب شرق حي.